les enseignants contractuels ne décollèrent pas. Après une semaine de grève, ils décrètent une semaine de plus. Au programme, manifestations et sit-in de protestation contre les mesures prises à leur égard. Parmi les principales revendications de cette catégorie d'enseignants, leur intégration dans le statut de la fonction publique. Des actions de contestation qui troublent l'année scolaire des enfants et même celle des mamans. Que veulent ces enseignants? Le petit micro de la quotidienne est allé à leur rencontre. خرج الناطق الرسمي باسم حكومة الخلفي وصرح بأنه يعني سيتم اعتماد نظام أساسي لموظفي الأكاديميات لدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2018. بعد منه الوزارة الوصية يعني صدرت واحد الملحقات ديال العقود. هذه الملحقات ديال العقود قالوا من أجل الترقي في الدرجة، وهذا الترقي في الدرجة اللي كنعرفوا احنا أنه كان بشكل أوتوماتيكي. هاد الشيء زاد من الحده ديال 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 المشكل ما بين الوزاره الوصيه وما بين الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد. ثمانيه الاشهر والتنسيقيه الوطنيه كدير واحد الاشكال نضاليه ما كتمسش بتاتا بالمرفق العمومي. بعد ذلك يعني شفنا التعنت ديال الوزاره الوصيه وهروبها الى الامام، وانها وظفات افواج اخرى. لذلك ارتأت التنسيقيه الوطنيه انها تخرج بواحد الاشكال نضاليه اللي تخلي هاد الناس يحسوا شويه بال 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 بالمشكل وكيفاش هاد الوضعيه، يعني ان هاد الوظيفه هي هشه جدا. ما تم طبخه في اليوم او البارحه في الحوار بين النقابات لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد. نحن نطالب الادماج في الوظيفه العموميه، وذلك للدفاع عن المدرسه العموميه وضرب مجانيه التعليم. Notre objectif réel, c'est le fait d'être intégré ou titularisé auprès du ministère de l'Éducation, ça d'une part. Et d'une autre part, nos actions se focalisent dans un premier temps sur l'annulation ou bien le fait d'abolir ce système d'être contractuel. Pourquoi? Parce que nous combattons contre le fait de rendre les écoles comme des entreprises. Parce que, en fin de compte, l'académie n'a pas de revenus. Et d'ici 2 ou 3 ans, ils seront dans l'obligation de demander aux parents de payer pour leurs enfants. إقامة بدر عندنا المدرسة ديال 11 يناير. دابا الوليدات ضايعين، ضاعوا السيمانة اللي فاتت وضايعين هاد السيمانة الماجية. وتيقولوا لينا حتى سيري الاضراب ديال الاساتذه. حنايا وليداتنا مضرين بزاف، حنا وليداتنا بغيناهم يقراو. التعليم راه غادي للحضيض، ملي تلميذ كيقرا غير نص نهار الصباح نص نهار العشيه فين يمشي؟ حنا تنخلصوا عليهم، دابا تنضطروا اننا نخلصوا عليهم بلايص اخرين باش ما يبقاش الولد مقابل غير تلفزيون. اون بليس هما زادوها بهذا الاضراب هذا، تيقول لك بان من بعد عامين هادي ولا العام الجاي ولا شنو غيولي التعليم، يعني خصك تخلصي على ولدك باش تقريه. هاد المدارس العموميه غتيليمينا على هاد الحساب، ونبقاو حنا نضطروا انني تخرج الام تخدم حتى هي ما تبقاش مقابله الدار، تخرج تخدم ايوغ باش هي تجيب واحد الطرف ديال الفلوس باش تخلص على وليداتها في البريفي. الا بغيتي ولادك يقرا ويا ربي يديروا شي حاجه. المستقبل ديالنا ضيع، حنا بغينا نقراو وباغين نقراو، والمستقبل ديالنا حنا باغين نوصلوا ليه وعارفين فين باغين نوصلوا، ولكن هما ما بغاوش، ما خلوناش نقراو، ما خلاوناش نقراو، مانعين علينا القرايه. المستقبل ضايع ديالنا، كل واحد باغي يكون كل واحد باغي يكون المستقبل ديالو زوين، يخدم عليه وليداته ويجيب الفلوس موتها يخدم عليها. ما يمكنش هذا الشيء، ما كنتوقعوش. ربع ساعه كندخلوا عند العربيه، ربع ساعه كنساليو، كتخرجنا الاستاذه والاستاذه كتمشي، وحنا شنو نديرو؟ نبقاو شادين التلفازه مع مواتنا كنصدعو. هذا الشيء اللي كنديرو. مددنا في الاضراب وسنمدد ذلك. اولا اللي خصنا اول حاجه هو صرف الاجور ديال 2016 اللي مازال ما تصرفاتش الاجور ديالهم، واللي تحرمنا من الوثائق الاداريه كشهادات العمل والتغطيه الصحيه وبطاقه محمد السادس، كل هذا الشيء موقف الان. نحن لا نريد اطورين، اطور وزاره التربيه واطور الاكاديميات، لان هذا الامر يؤدي الى التفرقه وتشتيت الأسرة التعليمية. نحن نريد نظاما واحدا وإطارا واحدا لوزارة التربية الوطنية، أن يكفل جميع الحقوق والواجبات لجميع الأسرة التعليمية. Nous allons
combattre jusqu'au bout. Nous faisons de notre mieux pour que notre pays ait mieux et pour qu'il soit classifié ou bien classé parmi les meilleurs pays au monde lorsqu'on parle de l'éducation. إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية ولذلك نشد على الأساتذة الذين فوض عليهم التعاقد ونقول لهم أكملوا في الطريق فالنصر قريب والإدماج قريب وإسقاط التعاقد سيسقط.